اداء الزمالك الشوط الاول كان فيه 3 فرص على المرمى، دي الاحصائيات. الشوط الثاني وانت متاخر 2-1 كان ليك فرصتين. ليه اداء الزمالك ما تحسنش الشوط الثاني؟ ليه اداء الزمالك هجوميا ما كانش اخطر من الشوط الاول؟ رغم ان الشوط الاول اتفهم ان انت تراجعت بعد الهدف فممكن يبقاش عندك فرص كتير، لكن الشوط الثاني انت خلاص ما بقاش عندك سبيل غير انك تهاجم وتسجل اهداف. اللي حصل في الملعب في الشوط الثاني خلى الزمالك اقل هجوميا من الشوط الاول، لان الوداد كان كسبان. والوداد لما يبقى كسبان غير لما يبقى خسران. الوداد وهو كسبان هيقفل بشكل كويس وهيقفل مساحات، وده غير اصلا ان اصلا الوداد كده كده امتلاك نص الملعب بتاعه. فانت النهارده لما تكون كسبان فهتقفل مساحاتك بشكل كويس، فانت صحيح. ما عندكش كمان السرعات او ما عندكش اللمسه ولعبه او ما عندكش الاختراقات، فانت دي برضه كانت عامله لك مشاكل. وكنت كمان قلقان من الهجمه المرتده، فهو ده اللي قلل فرص نادي الزمالك، فدي كانت مشكله. واحنا قلنا قلقان ليه من الهجمه المرتده وانت خسران؟ مين قلقان ليه من الهجمه المرتده وانت خسران؟ لازم. طب ما انت النهارده جه فيك الجون الثالث، تفتحت الملعب هجمه مرتده، ما انت ما ينفعش تفتح الملعب تمام في وقت لسه فيه وقت طويل قوي، لان انت النهارده لما تيجي خسران 2-1 غير 3-1. 2-1 يعني انت لو عندك مثلا 45 دقيقه قدامك وقت طويل جدا ان انت تقدر تتعادل، لكن لما يبقى 3-1 لا خلصت. وبعدين انت النهارده ما بتلعبش فريق قليل، يعني انت النهارده لما تيجي تلعب بتلعب الوداد، لا فريق قوي تمام وفي ملعبه وسط جمهوره، فمش من السهل ان انت تخترقه وهو كسبان 2-1. صحيح. وهو بالعكس هو اللي استغل في الدقائق الاخيره ان انت لما فتحت حتى بالتغييره اللي هي الغريبه طبعا، انت نزلت رزاق السي مكان يوسف اوباما، يعني سبت بس امام عاشور. احنا اصلا عندنا مشكله في نص الملعب، فلما التغييره دي اتعملت بعدها على طول لو تلاحظ جه الهدف الثالث، لان خلاص المساحات فضيت اكتر، هي اصلا فاضيه وانت ما عندكش امتلاك من ناحيه دفاعيه في نص الملعب، فانت فضيتها اكتر، فبعد ما فضيتها الهدف جه، فدي مشكله. فانت النهارده عايز تقول لي ان انت يعني ما عندكش لعيبه نص ملعب تقدر تمتلك نص الملعب بشكل كويس دفاعيا، صح. تمام. فاكيد الوداد عامل حسابه للنواحي الهجوميه، قفل بشكل كويس، لعب على المرتدات مع امتلاك نص الملعب، فقدر يحجز الهدف الثالث، فدي مشكله. زي ما قلت لك احنا النهارده بدانا غلط، كان ممكن نلعب ب 4 3 3، كان ممكن نلعب ب 4 1 4 1، مش عيب على فكره. حتى لو انت ما عندكش ديفندر قوي كان ممكن تحط يا سيدي مساك قدام الاربعه، محمد عبد الغني مثلا زي ما عمل في الماتش بتاع ايه المشكله؟ لا ايه المشكله؟ ما هو المدير الفني اللي ما عندوش حلول ودماغه مش شغاله لا تبقى مشكله بالنسبه له في الملعب. ما انت مدير فني ليه؟ انت مش متفرج زي زيك، صح. انا قلت كده، انت لازم تفكر انت لو ما انت مش قادر تدي بديل، تعمل بديل لطارق حامد، تعمل بديل تكتيكي بقى في التشكيله والطريقه. يعني عندك طريقتين، يا اما تلعب ب 4 3 3 وتحط 3 في نص الملعب كويسين، صح. كوره ودفاعيا ويقدروا يكملوا بعض. خد بالك لان مهم جدا حته يكملوا بعض، لان انت ممكن ما تلاقيش واحد نص ملعب مدافع قوي زي طارق حامد، بس تقدر تعمل 3 يناسبوا الحته دي، صح. ان هو حتى ايه ده بيدافع مثلا 70، ده بيدافع 60، ده بيدافع 80، فهم مع بعض هتلاقيهم مشكلين مثلا حوالي 90% من واحد دفاعي، والثلاثه هيلعبوا كوره بشكل كويس. طب انت ما عملتش الحلول دي تمام، فانت ممكن تعمل ايه؟ حاجه ثانيه، ممكن تحط واحد قدام الاربعه المساكين، حتى لو مساك ما طبيعته إيه؟ انت موقفه مش عشان يلعب كوره بشكل، يعني حتى لو حطيت محمود علاء، محمود علاء على الاقل كورته مش وحشه وهيبقى واقف في الحته دي، هيدي حريه حتى لمين؟ للناس اللي في نص الملعب، او يدي حريه للاطراف، او يدي حريه للاجنحه ان هم يهاجموا، وانا زي ليبرو بس ليبرو متقدم. حتى لو انت مش عايز تلعب بليبرو صريح فانت بتلعب بليبرو متقدم، ما عملتهاش فعندك مشكله. طب لما مشيت معاك وجبت هدف في اول 4 دقائق ما حاولتش حتى تعدل ان انت الادوار، شيكابالا ضم بقى تمام، بن شرقي ضم، اوباما وامام وزيزو يضموا يقفلوا الملعب بشكل كويس، حتى لو هم دفاعيا نسبه الدفاع عندهم 50% فانت ممكن تخليها 70% بالوقفه، صح. فانت ما عملتهاش، صح. يعني انت النهارده في حلول كتيره قوي، ما استغلتش الهدف المبكر. في حلول، انت ممكن بقى تتحكم في المباراه تكتيكيا بشكل رائع جدا لو في مدرب على الدكه بره زي ما انت قلت. طمع، طمع. انا اقول لك على حاجه، طمع يا ريته طمع. بص ما انا برضو هو جاب جون بدري، هو ما طمعش. يعني كان لسه كابتن وائل، كنت جاي لك انا في السؤال ده، بس خلينا نكمل مع الكابتن احمد كمان. ان هو الفكره انه كابتن وائل مثلا بيقول لك ان الشوط الثاني كانت الامور اتصعبت على الزمالك هجوميا عشان الوداد قفل شويه، خلاص بقى كسبان.
طب ما انت الشوط الاول بعد الهدف ما استغلتش بهجمات مرتده تضيف الهدف الثاني، يعني هو لا عمل والوداد مفتوح مساحات عنده ولا عمل ده والوداد قافل المساحات. هو لازم بعد توقيت الجول الاولاني كان لازم يستغل الفرصتين اللي جاله، لان هو الطبيعي جدا ان الوداد خلاص ما خسران واحد وانا ملعبه هيبدا يهاجم، فابدا انا استغل المساحات دي. هو ما عملش كده، هو زي ما كابتن قال لازم كان هو يجبر الوداد على طريقه لعب، اقفل الملعب معاهم واخنق لهم الدنيا والعب على المخلص، انا عندي ناس سريعه على الجزيري العب على المرتدات، يعني استغل النقطه اللي هم في مساحات، هم بيقولوا لهم بيهاجموا في مساحات في ظهرهم، استغل النقطه دي. صحيح. هو ما استغلش القصه دي. صحيح. بس اعتقد ان هو زي ما كابتن وائل قال، انا اعتقد ان كالتيرون يعني ايام معدوده في الزمالك هو مش عايز يقعد، فبيعمل الحاجات دي اعتقد، بيعمل الاخطاء دي. بس هو لا يعني هو حاول النهارده غير قبل كده، يعني حط يعني نسبه اخطائه مش اللي هي الكبيره في التشكيل، خد بالك يعني احنا لو بنتكلم في واحد او اتنين بالكتير ما حطش واحد مثلا مش في مكانه واحد، لكن هو ما قدرش يلم يعني ما قدرش يلم داخل الملعب. انت قلت الوصف كويس، الحته دي ان انت عندك تراكمات كنت عايز تلمها كلها النهارده، هي دي التراكمات دي كلها ما تتلمش في مباراه، هي دي النقطه المهمه اللي انا كنت بتكلم فيها. صحيح.